من السكينه ديال المنزه عين عوده، عملتنا عملت خيرات تماره. حنا اختي كنا ساكنين ما بينا ما علينا، تفاجؤونا الصيمانه قبل العيد انهم تيحصيو. ملي سولناهم شنو هذا الاحصاء قال لك احصاء عادي، ما بغاوش يقولوا لنا كاع شنو تابع داك الاحصاء. الصيمانه مور العيد جاو عندنا باليوم الحد تيقول لكم خاصكم تجمعوا حوايجكم، خاصكم تخويو. علاش اودي غنخويو؟ قال لك غادي نريبو. علاش غتريبو لينا؟ حنا الارض شارينا بفلوسنا والحيوطه بانينهم برزقنا، يعني ما حاطينش في ارض الدوله، ما حاطينش في ارض الجيش، يعني شارين برزقنا. كنتفاجئوا جاونا باليوم الحد قال لك غتخرجوا اثنين وثلاث غتدخل الطراكس غتريب. كي غنديروا الحوايجنا؟ فين غنلقاو الكرا؟ شنو المقابل هذا؟ شنو التعويضات؟ ما كاين لا تعويضات لا والو. دوك الوعود اللي عطاونا كاذبه، ما كاين لا تعويض لا حتى شي حاجه. خرجونا اختي الكرا، خرجونا الكرا. حنا كارين دابا، كاين اللي كاري ب 50000، كاين اللي كاري ب 60000، كاين اللي كاري ب 70000، كاين اللي كاري ب 30، كاين اللي كاري ب 40، كل واحد واش كاري. ولكن اختي راه هذا لا، راه حنا تقهرنا، راه ما بقيناش قادين نخلصوا لا كرا لا والو. تحبسنا في كراجات بعد ما كانوا عندنا ديورنا مرحين ومبرعين، كنتقاتلوا مع القوت اليومي والماء والضو. ولينا دابا كنفكروا على الكرا والماء والضو وكرشنا ناسينا. لهذا كنطالب سيدنا الله ينصروا الاسره العلويه كامله، يشوفوا يفتحوا تحقيق في هذا الملف. راه هاد الساكنه ديال ولاد مبارك واي تعبوا راه يطلبوا، خاصنا تنطالبوا بتحقيق، يديروا لنا تحقيق على وداش حنا الدوسي ديالنا. هذا الملف هذا راه فيه التلاعب. 8 شهور كنمشيو عندهم القياده ما كيقولوا لنا حتى حاجه، كيقول لك كاينين شقق و11 مليون تخلصوها. واش يعقل بنادم غيخلص 11 مليون يخلصها في قفز؟ قفز اختي مازال يقلع السكن لا والو. دوك الديور اللي شاطوا على المقاولين وعلى العمران وعلى الضحى يخشيونا حنا فيهم؟ حنا عندنا رزقنا. قال لك سيدنا الله ينصروا سكن مقابل سكن. وفينا واد السكن؟ حنا داروا لنا، حنا حيدونا من السكن مقابل الزنقه، مقابل الشارع. انا بنتي ولات عندها عقده من التراكس، وهذه كتشوف التراكس كتقول لي ماما واش غادي يجيو حتى لهاد الدار اللي كارين فيها غيريبوا علينا ويخرجونا للزنقه. بنت عندها 7 سنين ولات عندها مرض نفساني، راه لا حول ولا قوه الا بالله. حنا اختي دابا كنطالبوا بالتعويض، كنطالبوا بالتعويض ديال الكراء هو الاول، وكنطالبوا بتعويض ديال الترحيل، وكنطالبوا بالتعويض. انهم كيقولوا لنا الشقق حنا باغيين بقاعي، حنا ما قابلينش لهم دوك الشقق، هذوك الشقق يمشيو يسكنوا فيهم هما. انا شاري شي بلاد عند الناس وبانيينها تروازيام ميطاج، ودابا هبطوا لنا داك الشيء كامل وداروا معنا، صورونا في باب الدار، ثبتونا، عطانا الرقم باش غادي يعطيونا الرقم ديالنا. داروا معنا الشهر هادي 8 شهور وباقي ما شافوا فينا والو، ما عندنا باش نخلصوا الكرا، ما عندنا حتى شي حاجه. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ربنا اننا مغلوبين فانتصر. عيينا ما نجريو، عيينا مشينا للعماله، مشينا ما خلينا ما درنا، نطلبوا من سيدنا يشوف من وجهنا. راه هذا الشيء هذا ماشي معقول، راه ما كانش اللي كيشرق شعبو. راه حنا راه مشتتين ولادنا في التسع وحنا في التسع. كاين اللي في الكراجات مسكين ما عنده لا طواليت ومعاه الدراري الصغار وكيمشيو عند الجيران والزناقي عامرين بالوسخ. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه نطلبوا لسيدنا ان شاء الله يشوف لنا من حالنا. راه حنا تعذبنا، راه صافي، راه 8 شهور هادي وحنا كارين. دابا عندي 68 عام وانا كنخدم، كنجيب الطوبه بالطوبه، حتى بنيت الارض اللي شريت عند الناس وشاري بالملكيه، تنازلوا لي موالين الملك وبالتصاور ديالهم بالكارد ديالهم. وعندنا الجماعه عطاتنا البلان فين نديروا الدروج وفين نديروا الباب، ما خلينا ما درنا. زعما هذا الشيء دابا ما تسولونا على حتى شي ورقه. جاو ردموا علينا قالوا لنا الشهر غادي نعطيوكم، وعطونا نعطوني 11 بي وشي حاجه ما شديتها ما والو. انا من الناس ديال ساكنات عين حلو في المنزه المتضررين بالهدم، وجات سيدي السلطات ريبت لنا ديورنا وقالت لنا امر من عند صاحب الجلاله. نفذنا الامر ديال صاحب الجلاله، خرجنا من ديورنا. هذه دابا المده ديال 8 شهور احنا اضطهدنا في الحقوق ديالنا، في محلاتنا، في ديورنا، في وليداتنا. فين هي كرامة العيش؟ فين هي كرامة السكن الإنسان اللي هما اللي جاوا وفي خلال 3 أيام قالوا لنا طلبوا منا احنا نخرجوا. خرجنا نفذنا الأمر ديال صاحب الجلالة. شنو ما لا نقاش في هذا الشيء هذا. لكن من بعد كنكتشفوا بأن هذا الشيء راه ماشي من عند صاحب الجلالة، هذا الشيء راه من عند السلطات ومن عند المنتخبون، هما اللي سببنا.
وكاين كاين كاين حنا كان عندنا هذاك اش يقولوا له بان اعاده الهيكله، خارجه لينا اعاده الهيكله، ولكن اعاده الهيكله قبروها المنتخبون، ما خلاوهاش تطلع في الاخر، جاوا ريبوا لينا. هاد الساعه حنا ما قاديينش على كره، حنا كنطلبوا التعويض في الكراء والتعويض على الهدم، ويعطيونا يرجعونا الاراضي ديالنا نبنيو فيهم. شردونا شردونا، قتلونا، السكر جاني، الكوليسترول، الزهايمر، بنتي تعقدات ليا في حياتها، وليت تقول لك انا وليت عايشه بوحدي، انا ما عنديش عائله، ما عنديش هذه، كانت حدا عائلتها حدا حبابها. راه لا اله الا الله، احنا كنطالبوا غير بالحقوق ديالنا، ما كنطالبوش حتى بشي حاجه، ما كنديروا فوضى، ما كنديروا حتى شي حاجه. انتم كتشوفوا كان جينا هنا للبرلمان، هما جراو على جراو على الناس. هذاك النهار جينا هنا ضربونا وشدوا الناس في الحبس، وشنو غنديروا؟ شنو هو شنو غنديروا؟ ملي كتمشي للقياده تتقول لك عندك كتخلص 11 مليون وتاخذ هذاك السكن الاقتصادي، واش 13 الناس باينين 13 ودمروا حياتهم وضربوا تماره وعياو وداروا داك الديور، وفي الاخر تجي تقول له انت تاخذ دار في ابارتمان في سكن اقتصادي وتخلص مازال 11 مليون، واش فين كاين هذا الشيء؟ فين كاين فين هذا الحق؟ فين هذا الحق؟ فين هاد حقوق الانسان؟ شوفي